نروح بقى دلوقتي لزميلنا العزيز خالد رزق. وخالد برحب بيك، وقول لي بقى انت فين وايه الاجواء عندك. برحب بيك يا زميلتي العزيزه لينا الطهطاوي، برحب بكل مشاهدي اون تايم في كل مكان. طبعا اجواء الجمهور هي العامل الاساسي والعامل الحماسي في مونديال قطر 2022، اجواء بنعيشها من داخل وسط الدوحه. واكيد مباريات النهارده مباريات هتكون هامه، خلاص بنقترب الى نهايه المونديال الاستثنائي بالتاكيد اللي بيقام في دوله قطر، ولكن مع قرب نهايه المشوار ومع خروج عدد كبير من المنتخبات العربيه، بتبقى فقط المنتخب المغربي اللي اكيد متمنى له كل التوفيق يعني، وان شاء الله انه يوفق في مباراته غدا امام اسبانيا. وايضا خروج المنتخبات الافريقيه يعني خلاص اجواء خلاص بنعيشها بدات تنتهي الحاله اللي موجوده في الشارع اللي كان فيها قوه وفيها حماس وفيها روح منذ بدايه هذه البطوله. كان العرب عاملين شغل عالي كالعاده في الشوارع، ولكن بيتبقى ايضا عدد من الجمهور العربي اللي بيساهم وبيدعم المنتخب المغربي، بجانب بقى الجمهور المغربي اللي بيقلب الدنيا ساعه الماتشات وبيقلب الدنيا في يوم المباراه من الصباح الباكر وحتى بعد المباراه. طبعا برحب بيك على اون تايم سبورتس، كلمني عن مشوار بقى المنتخب المغربي وتوقعاتك ليه في مباراه الغد، وايضا شايف ازاي مواجهه النهارده. والله بخصوص المنتخب المغربي صراحة فريق مشرف وقدم كرة حلوة ولعب جماعي، وإن شاء الله يتمنى له يوصل يعني للمستوى أعلى إن شاء الله. والبطولة بشكل عام يعني قطر ما قصرت، يعني قدمت رسالة للعالم الغربي إن العالم العربي فريندلي والعالم يعني محب للسلام، فالحمد لله كأجواء جدا جميله، ونتمنى قطر ان شاء الله للازدهار وتطور باستمرار. وفعلا يعني خسرنا جماهير مثل الجماهير المكسيكيه والجماهير العربيه، ففعلا شوي يعني كانت نتمنى. وبالنسبه للتوقعات اليوم مباراه اليابان وكرواتيا، بعد ما قدمت السعوديه مع الارجنتين واليابان مع المانيا، صعب التوقعات صراحه، صعب يعني البطوله هذه بطوله مفاجات. وان شاء الله احنا نتمنى ان شاء الله توقعاتك بقى البرازيل وكوريا. والله البرازيل يعني انا شايفه هو الفريق المرشح الاول، يعني راح يوصل النهائي البرازيل صراحه، يعني كلعب جماعي وكخطه وك يعني من افضل الفرق صراحه، واتوقع انه يوصل النهائي. برازيل ما له حل، ما له حل. اشكرك جدا. يا مرحبا حبيبي. يعني طبعا انت لابس تيشرت برشلونه، من المعتاد ان بشوف تيشرتات لمنتخبات، تيشرت برشلونه بقى انت بتشجع اسبانيا مثلا؟ والله طبعا يعني هما في 8 لك اسبانيا بتلعب، هتلعب قصاد المغرب بالظبط. ايوه في دايليما كبيره، لانه يعني في 8 لعيبه من برشلونه في اسبانيا، في نفس الوقت مغرب افريقيا وعربي، ف في مشكله، بس طبعا اكيد مع المغرب يعني رافعين راسنا لحد هسه الحمد لله. شايف الاجواء عامله ازاي في المونديال وعملت ايه حتى الان؟ يعني حضرت كم مباراه؟ كان متعش الاجواء ازاي؟ والله انا للاسف جيت امبارح فقط، بس يعني ما شاء الله تنظيم خرافي، كل شيء سلس، دخلنا المباراة وطلعنا، كل شيء يعني مواصلات كل شيء تمام، يعني برضو قطر رافعين راسنا والله. يعني انك انت بتحب المنتخب الاسباني، تتوقع يوصل لفين؟ بس ان شاء الله يتغلب بكره، وان شاء الله يتغلب بكره بس اذا ما تغلب بكره ان شاء الله يوصل الفاينل يعني. والله برضو يعني ميسي بيستاهل برضو ارجنتين يعني واخد حق كتير، ميسي وبرشلونه واسبانيا انا برشلونه بس، لكن مع المنتخبات ان شاء الله المغرب يشيلها كمان ان شاء الله. اديك العافيه. شكرا. يعني على الجانب الاخر بقى برحب بيك، قول لي منين الاول؟ مصر. مصر ام الدنيا، منور. تسلم. الله يعزك. كلمني على الاجواء اللي انت عايشها هنا، وبتستمتع ازاي باجواء المونديال بعيد عن الماتشات؟ في بعض المشجعين اللي جم يعيشوا الاجواء نفسها المونديالية. الاجواء هنا بصراحه كانت المنتخبات العربيه كلها عامله اجواء مختلفه عن انت عارف يعني المنتخبات العربيه، وبالذات في بلد عربي واخد حريتك واخد هيبتك الحمد لله، يعني ما شاء الله حاجه تشرف في تنظيم امن وامان الحمد لله. قطر شرفتنا الحمد لله رب العالمين، وربنا يكرم منتخب المغرب يا رب. عايزك تقول لي اسم المنتخبات اللي ممكن تكسب النهارده، الماتش الاول الماتش الثاني وبكره. النهارده مع كرواتيا واليابان. اليابان وبرازيل. البرازيل ان شاء الله. البرازيل واسبانيا ومغرب ان شاء الله. المغرب نتمنى ان شاء الله المغرب يا رب، ونتمنى انها تفوز بكاس العالم ان شاء الله يا رب، وبندعي لها. والمنتخب المغربي المصري كسبت بكره هتعمل ايه هنا في الشارع؟ هنقلب الدنيا. المنتخب المغربي جاهز. علم مغربي اهم حاجه؟ اكيد، اصحابي كلهم مغاربه، بتصل ببارك لهم بعد كل مباراه والله. الحمد لله يا رب، وربنا يديم المحبه بين العرب والمسلمين جميعا يا رب، وربنا يوفق الجميع يا رب. اشكرك جدا حبيبي، ربنا يسعدك. يعني اخيرا بقى اختم معاك حواري، يعني طبعا برحب بيك على اون تايم سبورتس، وعايز اعرف مين الاول. الله يخليك. انا من السودان. من السودان.
احسن ناس ويعني اخواننا. كلمني عن الاجواء بقى في دوله قطر وفي المباريات. طبعا والله في الاول تحيه كبيره جدا للتنظيم الرائع جدا وللاجواء الرهيبه اللي قاعد نشهدها هنا في المونديال. واحده من الاشياء اللي يعني مدهشه جدا كيف الناس قاعده تتماشى مع بعض وتندمج مع بعض، سواء سعودي مغربي تونسي مصري سوداني من كل الانحاء. في تناغم رهيب جدا، ويمكن اكبر فضل منه يعني للتنظيم الرهيب اللي حاصل في البطوله. طبعا ملعب 974 هو واحد من الملاعب المميزه جدا والمختلفه في هذه النسخه. وخلاص بعد انتهاء مباراه اليوم وبعد انتهاء البطوله هيتم فكه تماما وازالته من هذه المنطقه. لحقت اتصورت معاه ولا لا؟ والله لسه ما وصلت استاد ال 974، ولكن قريت عنه كثير لانه انا من الناس اللي مهتمه جدا بالجوانب الاستدامه في تنظيم الفعاليات او في تنظيم المدن. اللي قريت ايه عنه او فهمت ايه عنه؟ طبعا اللي فهمته انه حيتفكك اليوم بعد المباراه، وحيتم تجميعه في منطقة أخرى أو في مدينة أخرى عشان يتم إعادة استعماله، وده شيء كبير جدا جدا بحيث أنه يكون في استدامة كبيرة للمنتجات أو للأشياء اللي هتستخدم في تصنيع الاستاد. تتوقع بقى بعد إزالة هذا الاستاد هيكون الذكرى بتاعته عاملة زي تاريخيا بقى؟ طبعا التاريخ التاريخ الاستاد او اثره حيكون على المدى الطويل، مش لانه معلم موجود فيزيكلي في مكان واحد او في منطقه معينه او صار في مباراه وكذا، ولكن الفكره اللي بين اللي وراه انه هل شيء ممكن انه نحن نعمل فعاليات ضخمه ونخلي اثر مش اتاتش تو وان لوكيشن. يعني بشكرك جدا ويعني منور. كل التوفيق لمنتخب المغرب وكل التحيه للتنظيم الرائع. شكرا، الله يخليك. يعني لينا دي كانت اجواءنا وكواليسنا مع الجمهور، جمهور ما شاء الله مثقف متابع عارف كل الاجواء. ملعب 974 واحد من الاشياء اللي هتكون يعني ليها اثر كبير جدا في المستقبل، وهي رساله قويه ورساله مهمه جدا بالتاكيد، وهيكون ليه تواجد ولكن في دوله اخرى مش هتكون موجوده في دوله قطر وليس في هذا المكان، ولكن هتكون وهتبقى ذكرى بالتاكيد لمونديال قطر 2022. لينا نعود اليك مره في الاستوديو، اتفضلي. بشكرك جدا زميلي العزيز خالد رزق على دايما كده بتحسسنا باجواء الجماهير عندك في كل مكان بتكون عامله ازاي. وطبعا بشكر مره تانية شبكه مراسلنا في قطر محمد طه واحمد المسيري وخالد رزق على كل التفاصيل اللي بيفونا بيها هنا في كل برامج اون تايم سبورتس.